السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كنا مع برنامج أوبن دي سي إل. أوبن دي سي إل بيعمل إيه؟ ده بيخلينا أكتب الإثبات بتاعتي بلغة سهلة بطريقة سهلة، بيديني البيئة اللي فيها الأدوات جاهزة، فبدل ما بقعد أكتب أكواد لا هستعين بيها على طول وأكتبها. في هنا هتلاقي كتاب للأوتوليسب، شرح الأوتوليسب ممكن تحمله مجانا وتبدأ تشتغل عليه. أنا هاجي هنا وأقول له أنا عايز أضيف موديول دايلوج وأبدأ أحط الأدوات اللي أنا استخدمها. زي ما شايف الواجهة سهلة زي الواجهة بتاعة الفيجوال ستوديو، وتقريبا نفس الأدوات اللي أنت ممكن تلاقيها. بتقول له مثلا لما أحصل دبل كليك هتعمل إيه، وتبدأ تحط كل الحاجات اللي انت محتاجها تشتغل عليها، فده هيسهل عليك الشغل. بدل ما كنا بنفتح ملف تكست عادي ونقعد نكتب الأكواد وبياخد مننا وقت كتير وجهد والعملية متبقاش مظبوطة، ده هنا هتلاقي أسهل معاك بكتير. أتمنى نجربه وأخوكم عمر سليم.